هذا طلال طه، رجل سبعيني متقاعد يعيش في بيت لاهية شمال قطاع غزة. يواظب مع كل صباح على لقاء رفيقة أيامه التي تنتظره في صندوق الصحف أمام بيته. فمطالعة وقراءة الجرائد اليومية بالنسبة لطلال شغف وهواية لم يتخلى عنها منذ ما يزيد عن نصف قرن. أنا بمارس هوايتي وجمع الصحف وقرأتها من سنة، كنت أقرأها من سنة، كنت أقدر في أقرأ فيها في 69، بس بديت أشد حيلة أدير بال عليها من سنة 70 أو 71، وعندي ما يقارب مش أقل من 50 مش أقل من 20,000 جريدة. يحتفظ طلال بأرشيف واسع من الصحف الفلسطينية التي دأب على جمعها والاحتفاظ بها، حيث خصص لها حيزا في سدة بيته يصعد إليها عبر سلم خشبي لتخزينها وأرشفتها في أكياس في هذا المكان. وفي زاوية أخرى مخزن أطلعنا عليه طلال يضم قطعا ومقتنيات قديمة هي حصاد ذكريات جمعها حين كان يعمل في مهنة البناء. هذه كمان متعة مش طبيعية، يعني أنا لما بأخذ حاجة، أي حاجة بشتريها دور المحل بشتري لازم أسجل أكتب عليها وقت اشتريتها وقت جبتها وقيمة وسجل عندي في الدفتر، كمان غير ما المكتب لازم أسجل في الدفتر وقت جبتها وقت شريتها من أنه مكان شريتها كمان. لم يفقد طلال علاقته اليومية بالجرائد رغم تعرضه لانتقاد المحيطين بوصفها علاقة قديمة في زمن تطورت فيه وسائل الإعلام. أنا في القراءة الورقية بتمتع فيها أحسن ما أقرأ على الجوال. ثلاث أرباع المجتمع هذا كلام بحبوهش، بحبوش الصحافة، بحبوش الجرائد يقروها وببقى يعلقوا علي، لأن أنا كل يوم بتجيني جريدة على الدار ولا واحد اللي بضل يعلق علي ليش بدك الجريدة، العلم تقدم. عشق قراءة الصحف والاستماع للأخبار والاحتفاظ بالقديم ماض يتمسك به طلال رغم الحداثة والتغير المستمر والتطور المتسارع الذي يشهده الحاضر. عشاق الصحف المطبوعة كأمثال طلال لا يخشون على مستقبل استمرارها نظرا للقوانين الفلسطينية النافذة التي تحتم نشر الإعلانات الرسمية في تلك الصحف، ليبقى للجرائد الورقية جمهورها الخاص وإن تعددت وسائل الإعلام. حازم البنا، سكاي نيوز عربية، غزة.